زي النهارده رحل الطبيب الفيلسوف الدكتور مصطفى محمود صاحب البرنامج الأشهر العلم والإيمان. في ذكرى رحيل العالم والمفكر مصطفى محمود خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. اليوم هو ذكرى رحيل العالم والمفكر الدكتور مصطفى محمود الذي توفي في 31 من أكتوبر عام 2009 عن عمر ناهز 88 عاماً بعد رحلة علاج استمرت عدة أشهر، تاركاً وراءه ميراثاً علمياً في مجالات مختلفة بدءاً من الطب مروراً بالأدب والفلسفة وحتى علاقة الإيمان بالعلم. هناك كان زمان بتعبد في الديانات القديمة، كانوا بيعبدوا الشمس والقمر والنجوم والنار، وبعض الديانات كانت تعبد الماء. ولد الدكتور مصطفى محمود في 27 من ديسمبر عام 1921 في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ودرس الطب وتخصص في الأمراض الصدرية، لكنه تفرغ للكتابة والبحث بدءاً من عام 1960. أثرى الدكتور مصطفى محمود مكتبة التلفزيون بحوالي 400 حلقة من برنامج العلم والإيمان، كان يهدف فيها إلى ربط العلم بالأحوال الإيمانية وقدرة الخالق والمزج بين عجائب وغرائب هذا الكون وبين الإيمان بوجود الله وقدرته على تغيير الأشياء. قام المفكر مصطفى محمود بتأليف ما يقرب من 89 كتاباً تنوعت ما بين المجالات العلمية والدينية والفلسفية والاجتماعية والسياسية، هذا بالإضافة إلى المسرحيات والحكايات والروايات وقصص الرحلات، ولا تزال كتبه ضمن الأكثر مبيعاً بين صفوف الشباب.